جزء من المشكله في تقدير ناس محتاجه الحكومه تدعمها عشان تنتج، حكومه مش قادره تدعم عشان ما عندهاش، والناس مش قادره تبيع وتنتج علشان عندها قصور. الدايره دي هنكسرها امتى؟ لا حاجه زي كده طبعا ممكن، ممكن والمفروض ندعمها، وانا هبص على دي. بس مثلا حاجه من الحاجات اللي بدانا نعملها مع اتحاد الصناعات والمجلس الشعبي، مشروع زي كده بس على سكيل شويه اكبر، عاملين زي 11 منطقه صغيره جوه القرى، دي بتعمل صناعات مغذيه للنسيج، بتشتغل فيها ستات القريه، بتشتغل فيها الرجال اللي في القريه، مش محتاجين ياخدوا مواصلات ساعه وساعتين عشان يروحوا يشتغلوا في المصنع. مع الجمعيات ولا مباشره من وزاره الصناعه؟ لا هي هتشتغل مباشره مع صناع الغزل والنسيج. كويس، انه هيقول لك انا جنبي قريه انا محتاج لها تنتج لي الخيط الفلاني. بالظبط، هتنتج لها، هي هيبقى فيها مكن وفيها طبعا كلها مكن خياطه، وهتنتج هتعمل صناعات تكميليه لهذا الغزل والنسيج اللي هو حاليا كله بيتصدر بره. فدي مبادره شبيهه بالمثال ده، يعني مشكله زي المشكله دي، انه ده السكيل اللي انا كنت بكلمك عليه، لو واحد احيانا بيشتغل لوحده التكلفه بتاعته بتبقى اعلى. واحنا ليه بنتجه بالريف؟ لانه النهارده العماله في مصر في القاهره بقت غاليه جدا. يعني طبعا النهارده انا قاعد بتكلم في المجلس الاعلى للصناعات النسيجيه، احنا بنتكلم في احيانا من 40 ل 50% تيرن اوفر، الناس بتمشي، بيجيب الناس وندرب، واحنا بنساعد في التدريب كوزاره. فعشان كده الاتجاه للريف، وهنتجه وبنتجه كمان للصعيد. فلا دي حاجه من الصناعات اللي بعتبرها حيويه جدا جدا، كثيفه العماله، وعندنا الى حد كبير ميزه نوعيه فيها، عندنا قطن مصري مسجل له علامه بره وله فاليو كبير. معالي السفير، انا معالي الوزير، انا اسف، انا عندي اسئله كتير جدا على فكره على صفحتنا على الفيسبوك. انا اول ما اتعرف على، يعني الله يكون في عونك على فكره، انا اول ما اتعرف ان انت جاي معايا، انا كميه الاتصالات اللي بتجيلي من الظهر والاسئله اللي بتجيلي من الظهر، قلت اذا كنت انا يعني هقابلك لمده ساعه، الناس متوقعه مني ان انا اغطي 500 حاجه مره واحده، فما بالك بحضرتك والوزاره عندك. ولكن التساؤلات دي بتطرح قدامي حاجه، ان حاجه من اتنين، يا احنا مش فاهمين يا انتوا مش عارفين تفهمونا. إيه؟ يعني ما هو في حاجة في الوسط هنا، كثرة التساؤلات معناها ان انا مش فاهم. العيب في مين؟ هل احنا مش عارفين نشوف الصورة، او انتوا بتقولوا احنا مش فاهمين، ولا العيب ان انتوا مش عارفين تكلمونا وتفهموا قطاعات الصناعة اللي عمالة تشتكي او عمالة تبعت لي شكاوى او عمالة تبعت لي اسئلة؟ العيب فين هنا؟ مش مهم العيب فين، خلينا نبدأ بنحاول نفهم. طيب okay. فهمني بقى حكايه الاستيراد. افهمك ايه القرارات اللي طلعت بتاعت الاستيراد دي، احنا عايزين نقفله؟ لا بس قبل ما اتكلم على الاستيراد، خلينا اكلمك على الوضع الاقتصادي للبلد، لانه ده مهم قوي، مهم ان احنا نعرفه، ومهم الناس تبقى عارفاه، لانه لو ده مفهوم الى حد ما هيبتدي يفسر حاجات تانية. تعال نبص على اقتصاد البلد، احنا اتكلمنا في الاول خالص على الاقتصاد العالمي. لما نيجي نبص على اقتصاد البلد النهارده، عجز الموازنه مثلا تحسن من 12.2 لحوالي 11.5، ولكن المتوسط عجز الموازنه في دول العالم 5%، عندنا لسه مسافه كبيره قوي عشان ننزل فيها. الاحتياطي النقدي نزل من 36 مليار ايام ثوره يناير الى النهارده بنتكلم في حدود 17.4 بعد فلوس القرض الصيني دخلت، وده يعني يا دوبك بيغطي الحد الادنى اللي احنا بنبص له من ناحيه عدد الشهور الكفر. لما نيجي نبص الى فاتوره الاجور، فاتوره الاجور زادت من يونيو 2010 80 مليار الى 220 مليار. فاتوره الدعم زادت رغم ان احنا بنشيله، ما انت بتشيله بس الكميه بتزيد، فبالتالي طلع من 90 ل 150. احنا مقدرين جدا الحاله والوضع الاقتصادي في مصر. كويس. وممكن احنا نزود على شرح حضرتك لهذه الحاله. مين؟ بنتابعه كل يوم. احنا هنا يوم بيوم. طبعا. انما ايضا
هناك بعض القرارات التي تم اتخاذها. وانا خليني يعني اقول لحضرتك مباشره ارقام القرارات بتاعت الاستيراد، انا عايز افهم 991 992 43 2016 ممكن اقولهم لك ده حضرتك ده يا سلام دي القرارات الخاصه بالاستيراد تمام. ثم انعكاس تطبيقها يعني انا النهارده كمواطن لما وافي على ده وابدا اجري، انت بتقول لي خلي كل شركه بره تيجي تسجل عندي انا هنا، طيب وبقسمها الشركات او المصانع ثم الماركات او البراندات، البراندات العالميه لان هي عندها 100 مصنع في انحاء مختلفه في الدنيا ولكن لها. طب اختصر لك واشرح لك. اتفضل. اولا ده مش مانع استيراد مبدئيا، عائق ولا عائق. ليه؟ ده هدف هذا القرار ان احنا في مصر النهارده بقينا البلد بقت مكان بتترمى فيه منتجات سيئه الجوده رخيصه بس سيئه الجوده، وفي منها حاجات حتى ما هيش صحيه وبتخش مصر بلا رقيب. مفيش اي دوله بتعمل الكلام ده يا محمد. فالهدف ده من هذه القرارات نمره واحد حمايه المستهلك المصري وبالذات المستهلك البسيط اللي احيانا بيشتري حاجه شايفها بسيطه بس بيشتريها مرتين وثلاثه لان هي رخيصه. في النهاية هو بيتكلف. حماية الصناعة الوطنية، حماية التجار الشرفاء اللي بيستوردوا منتجات برضو ولكن عندهم تكلفة أعلى من الناس اللي بتروح تشتري بياخد كونتينر ويروح بلد ما ويعبي فيه حاجات من ما تمنع رسم الوارد يا معالي الوزير وتطلب أن رسم الوارد والاستيراد اللي مفتوح برسم الوارد مثلا في قطاع الملابس أو حاجة أنه يحد. لا ما نقدرش نحط جمارك بالشكل ده لان احنا برضو مربوطين باتفاقات دولية ومربوطين باتفاقات منظمة التجارة العالمية. فعشان كده الزيادة الاخيرة اللي حصلت في الجمارك دي على اخر الحد بتاع منظمة التجارة العالمية. طيب طلعنا القرارات دي اللي بتقول تعالى سجل عندي تمام عشان تثبت لي الجودة كويس. اللي حصل في السوق بعدها ان في حالة من الفوضى بتحصل، هناك الكثير من أمثلة التطبيق الخاطئ من القطاع الإداري. يعني لسه مطبقتش؟ لا ما هو بادئ النهاردة بيقول انت قدامك شهر كويس. انا مديت شهرين ونص. انت مديت شهرين ونص يعني هم بعد شهرين ونص كويس. اوكي المدة كلها اللي ملحقش مفيش حد ملحقش، هي لسه شغالة لغاية دلوقتي كويس. هي هتنتهي 16 مارس. عايز تسجل روح سيادتك سجل دلوقتي، بس احنا فتحينا من امتى؟ من 31 ديسمبر. لو انت اخترت ان ما تعملش اي حاجه وتيجي على اخر اسبوع وتقولي اصلا انا مش لاحق لو سمحت مدلي، لا لا. لو انا شغال مع براند، طب ما خلينا اشرح لك القرار عشان برضو ممكن يكون في لغط شويه لانه مهم الناس تبقى فاهمه احنا منين. اولا العمليه بسيطه، انت احنا عايزين نتاكد القرار ده زي ما بقول لك هدفه مش منع الاستيراد لانه مطبق على كل دول العالم وليس على دولة أو اتنين بعينهم. عايز تأكد أن أنت مصنع قانوني في الحتة اللي أنت فيها. عايز أتأكد أن أنت لو أنت عندك تريد مارك أنت بتملك التريد مارك دي. لا العلامة التجارية. العلامة التجارية. البراند. مش تضرب العلامة التجارية وتجيب لي حاجات تقليد. مضروبة. عايز أتأكد أن أنت عندك كواليتي سيستم شغال فيه في البرودكشن مش بالضروره في المنتج النهائي، انه نظام الانتاج بتاعك بيتبع الكواليتي سيستم. ومنظمه الايلاك اللي احنا حاطينها دي تحتيها 10 15 هيئه، فانت عندك اي حد يجي يقدر يعمل لك كواليفيكيشن. انت الكلام ده ما بقولكش تعالى انت كمصنع خارجي سجل عندي، لا بقولك انت فوض الوكيل بتاعك بانه هو يسجل مصنعك عندنا. النظام ده تبعت له الورق ولازم الورق يترجم ويتختم من السفارات بره. يتختم من السفاره، ما هتجيب لي ورقه صيني هقراها ازاي؟ اكيد يتختم. وبعدين اللي انا بحاول اقوله انه احنا ما بنخترعش القصص دي، احنا في دول كتيره بتطلب مننا هذا الكلام. احنا النهارده لما نيجي نصدر الحديد في الايو اللي هو الاتحاد الاوروبي مش بعمل كواليفيكيشن للاتحاد الاوروبي، لا ده انا لو بصدر لثلاث بلاد ده اروح اعمل بسجل في ثلاث بلاد وبتاخدني 8 اشهر عشان اصدر الحديد لهناك. فادي الفتره دي ممكن تتمدم عليه الوزير؟ لا يعني يعني فنيا اداريا ممكن تتمد، بس جميل. انا مش شايف ان في اي سبب انها تتمد. لو
هناك الكثير من المشاكل حول هذه الفترة، وفي ناس واجهت معوقات، يروحوا لمين عشان يحل لهم المعوقات؟ يعني واحد مستورد براند، انا بستورد الكوبايات، وانا جيت والله انا بستوردها من زمان وانا راجل مسجل عند كذا وكذا، فطلع لي موظف فسر القانون بشكل او باخر ان المذكره التفصيليه بتاعه التطبيق لسه ما جتش، وهو عارف اتعطلت عندي شحنه، الشركه اللي انا بخاطبها بره اللي عندها 15 مصنع بتصنع الكوبايات دي بشكل او باخر، واحد بايد واحد بايدتين، عايز اجيب لها من كل واحد فيهم ورقه عشان كل واحد فيهم يختم علشان اجي اسجل البراندات عندنا. عشان تعرف انه الهدف التسهيل وليس التعويق، لما لقينا انه الشركات اللي عندها براند وبتنتج في 15 مصنع زي ما بتقول، او احيانا في بعض الاوقات 30 و50 و60 مصنع، لان الموضوع ده ما هوش عملي ومكلف وهياخد وقت كبير جدا. والله انت بتنتج في 15 مصنع، انا هسجل البراند بتاعك، انت مسؤول عن ال 15 مصنع، انت مسؤول انه اللي هيجي لي من ال 15 مصنع دول انا بعمل تاهيل لك انت، وانت بتقول لي ادي الموزعين بتوعي اللي هيجيب لك المنتجات بتاعتهم وانا بقبلك، انت اللي قدامي مسؤول. كويس، فخلاص مش محتاج تسجل لي ال 5000 مصنع او 15 مصنع او whatever. الناس اللي عندها مشكله، هل في شباك يروحوا له يقولوا والله انا عندي مشكله في التطبيق ده، فهمني ده فهمني ده؟ في 72 منفذ في هيئه الرقابة على الصادرات والواردات، من أكتر من شهر تقدر تسجل في، تقدر تخش أونلاين، تقدر تشوف كل الدوكيومنتس الموجودة، تقدر تسجل أونلاين، وبتروح إلى واحد من كل المنافذ دي اللي كل التجار عارفينها. فالقرارات دي جاية عشان تصلح اللي حصل خلال العشر سنين اللي فاتوا في الاستيراد؟ القرارات كان لازم تبقى موجودة يا محمد، يعني في النهاية مفيش أي دولة في الدنيا سايبة العملية كده، كل واحد بيروح تقدر تلم منتجات من الشارع، واللي أنا بقوله ده فعلا بيحصل، مش بقوله كحاجة زيادة، بتتلم منتجات من الشارع وتجيبها هنا وتبيعها للناس البسطاء اللي زي ما بقول لك اللي في النهاية بتكلفهم فلوس كتير. ده تنظيم الاستيراد، ده هدفه، ولو احنا ما عملناش كلام ده في الوقت اللي احنا فيه في هذه الأزمة وما بصناش للمصلحه القوميه، يبقى احنا عندنا مشكله. كلنا مطالبين احنا نبص للمصلحه القوميه. اخبار المصانع المقفوله ايه؟ المصانع المتعثره. انا متعثره. اللي هو بنحدد يعني. بنحدد. بص يا سيدي. المتعثره واللي تعبانه واللي بتقفل او اللي قفلت، واللي ممكن يعني بدل ما حضرتك تقعد تستنى خمس سنين على ما تبني خط انتاج او مصنع جديد، انك انت تحل له مشكلته وتشغله. تمام. موضوع المصانع المتعثرة ده بقاله 4-5 سنين. ده صحيح. اوكي، بدأ من الثورة. قبل ما اكلمك عن موضوع المصانع المتعثرة لازم نفهم حاجة. في الصناعة في أي بلد في العالم في أي ثانية في حاجة اسمها مصانع متعثرة. أمريكا فيها مصانع متعثرة. صحيح. ألمانيا فيها مصانع متعثرة. احنا هنا واحنا عندنا حتى قبل كده في مصانع متعثرة، بس اللي احنا بنتكلم جملة المصانع اللي نتجت، الطفرة التي نتجت بعد 2011 كده احنا متفقين. عندي مركز تحديث الصناعة من فترة عمل اكتر من 4 أو 5 اعلانات كبار جدا في الجرايد، يا جماعة المصانع المتأثرة لو سمحت تعالى اديني بياناتك سجل بس عندي. اللي تقدموا 871 مصنع. بدأنا نحلل ليه أسباب التعثر، وبعتنا زرنا كل مصنع وبنشوف القوائم المالية بتاعته وبنشوف كل حاجة. في بعض المصانع البيزنس موديل نفسه غلط، يعني الـ المشروع نفسه أقيم بدراسة خاطئة، دراسة خاطئة، فالنهاردة لو أنت حطيت فيه فلوس هتخسرهم تاني وهيتعثر تاني. ده واحد. في مصانع أغلقت فعلا، يعني فلس، وفي بعض المصانع عليها كانت مشاكل اخرى. في مصانع متعثره فعلا، لا الدراسه الجدوى بتاعتها صح وبتحتاج تمويل، وفي مصانع ما كانتش متعثره بس عايز تمويل، وده برضو كويس. فاحنا جمعنا الاثنين دول
عشان تبداوا بيهم الحلول. 135 مصنع من 871 ده خلال الفتره اللي فاتت. خلال الفتره اللي فاتت فبدانا في ماشيين بشقين، نمره واحد بدانا نستعمل بنوك، واحنا بنروح مركز تحديث صناعه بيراجع كل البي ان ديل وبيحط الخطه مع الصانع. النهارده في حوالي 15 مصنع اخذ من البنك الاهلي تمويل، وبنرصد دلوقتي 150 مليون لمساعده بقيه المصانع حتى اللي مش متعسر بس محتاج تمويل بنساعد. هتساعدوهم في الحكومه هي اللي هتتدخل عشان تشغل ده عشان نرجع شغل العماله في في جزء البنوك الحقيقه ده جزء من عملها ساعدت واشتغل، وفي جزء تاني بنساعده بتمويل. احنا محتاجين ايضا، كنا نفسي اتكلم معاك على شهادات التسجيل في وزاره الصحه بتاعت المنتجات والمستوردين، في ما زالت هناك الكثير من الاسئله. توعدني بلقاء تاني، مش هقول لك الاسبوع الجاي ومش هقول لك كده، انا عارف مشغولياتك عامله ازاي، ولكن ايضا قبل ما تخلص المهله بتاعت الاستيراد والحواديت دي، اعتقد ان احنا نحتاج ان احنا نقعد مع حضرتك في قطاعات بقى، احنا اتكلمنا بشكل عام النهارده، نركز في قطاع معين، نقعد نبص فيه ايه اخباره. تمام، بس ايه دخل مهله الاستيراد بالقصه دي؟ لان انا بتكلم على المصانع المصريه، ناس بصة إلى القوانين اللي طلعت إن هي الوقت هبدأ أبص على المنتج المحلي، مشكلتي إن المنتج المحلي جودته قليلة. أنا اختلف معاك يا محمد. أنا بقول لك الفكرة. أنا بقول لك اختلف معاك جذريا، يعني بمعنى أنا في خلال الفترة اللي فاتت سمعت طبعا اللي أنت بتقوله كتير قوي. لقيت ناس بتشتري منتج مصري ومتخيل إن هو بتاع بره. في ناس مش عارفين ايه هو المصري وايه هو المستورد. احنا بدانا نتجه للمستورد لمجرد على اساس ان هو بعض المصانع المصريه بتكتب ميد ان تشاينا عشان الوقت. ما هو ده اللي انا بحاوله، ده الوقت اللي احنا محتاجين بقى نبص فعلا لصناعتنا. احنا عندنا صناعات اكتر من رائعه، ما بقولش كل الصناعات، ما بدافعش عن كل الصناعات، لكن محتاجين نبتدي نبص للصناعات دي، محتاجين نبتدي نشجع صناعات بلدنا. انت لما بتشجع صناعه بلدك بتشتري منتج بلدك، انت بتشغل ابنك وبتشغل اخوك. لازم نبتدي نبص لهذه النقطه. عشان كده احنا هنعمل حمله كبيره جدا للمستهلكين مباشره، نوعي الناس ونفهمهم. فما نقدرش نيجي نقول اصل المنتج سيء، لا، احنا منتجاتنا بتتصدر، نقدر نكبر عن كده بكتير، لكن عندنا منتجات اكتر من رائعه. احنا بيجي لنا وفود من بره بيشوفوا المصانع بتاعتنا بينبهروا. الحمد لله ان احنا عندنا حد بيجي ينبهر. طبعا. معالي الوزير مهندس طارق قبيل وزير التجاره والصناعه، انا بشكرك على وجودك معايا في يوم بيوم، وننتظر منك لقاء اخر قريب ان شاء الله. تابع فيه المناقشه، بدات الاسئله تزيد قوي فجاه معايا، ولكن انا بشكرك على كل هذه الايضاحات. وانا بتمنى لك كل خير. أنا أعلم من هو طارق قبيل، أنا عارف رؤيتك عاملة إزاي، أنا عارف خبرتك عاملة إزاي. أتمنى أن القطاع الإداري اللي حواليك وأن الوزراء وأن الزملاء أنكم تكونوا كده، إحنا محتاجين لكم أنكم فعلا تطلعوا قماش إن شاء الله. بشكر حضراتكم على المتابعة، أشوفكم بكرة يوم بيوم.